حضرتك طبعا يعني شايفه احوال العالم دلوقتي وفكره الطاقه وتوفرها يعني ماذا عن مصر ومجال الطاقه؟ لو جينا للبحث العلمي هقولك ان ما يعني الابحاث اللي بتشتغل في الطاقه كتير جدا 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 جدا، لكن مش كل الابحاث بتطبق، لكن احنا عايزين اكتر علشان الطاقه. طب مصير هذه الابحاث اين يذهب؟ لا، في حاجات اتطبقت حتى مثلا في القرى السياحيه كلها والمدن الجديده وعلى المحاور المهمه، هتلاقي كل الفوانيس شغاله وكل البيوت طاقه شمسيه، اجباري طاقه شمسيه بالظبط. الطاقة الهوائية في مكان عندنا أعتقد جنب العين السخنة والجزئية دي شغال بالطاقة الهوائية، يعني في اتطبق حاجات كتير قوي في الطاقة. طب يعني اللي قش الرز اللي هو بدل ما كان بيتحرق ويعمل لنا مشاكل برضو استفادوا بيه من ناحية الطاقة أو من ناحية صناعات جديدة بتتعمل منه. يعني بدأ الاهتمام بهذا الموضوع، لكن هل يعني يسير في خطى جيدة إلى الأمام؟ لأنه دول العالم تقدمت فيه جداً. ايه معوقاته مثلا؟ انا دايما بقول ايه، لو احنا حسينا ان احنا وصلنا مش هنفكر ولا هنعمل حاجة. لا، احنا ما وصلناش للتوب، احنا محتاجين اكتر واكتر، محتاجين اصل الطاقة الشمسية على فكرة مش رخيصة طبعا، هي غالية جدا. بس زي ايه، انا لما ببني بيت، البيت مش رخيص بس مع الوقت انا مش هدفع له ايجار. يعني وهكذا الطاقة الشمسية الحقيقة، يعني التشبيه اللي حضرتك بتقوليه تشبيه جميل، يعني هي الطاقة موجودة بالظبط، وبالتالي على المدى الطويل هتصبح رخيصة الثمن، يعني كده. البداية فقط هي اللي بتكون غالية. فبنحاول بقى الحاجات اللي ترخصها شوية. برضو مشكلة الأتربة اللي هي في مصر دي ممكن تيجي على البليتس بتاعت الطاقة الشمسية لما بتترسب عليها، فدلوقتي اخترعوا حاجات منها فيها بتنظف نفسها. يعني كل شوية في تحسن في الابتكارات. يعني كيف تري حضرتك، طبعا عالمة في هذا المجال، مستقبل البحث العلمي في مصر كيف تريه؟ يعني أنا حاسة إن الاهتمام بيه زاد، الناس عرفت يعني إيه بحث علمي. يعني أنا أول ما تعينت وزيرة بحث علمي فواحد سألني، أو هو سأل بنتي مش أنا يعني، بيقولها يعني مامتك هتعالجنا؟ هو مش فاهم يعني ايه بحث علمي، الناس ما كانتش عارفه يعني ايه بحث علمي. من كتر ما بقينا نتكلم على البحث العلمي فالناس فهمت ان البحث العلمي مفيد. الدوله اهتمت انها تكتر الميزانيه جدا، 1% دي يعني رفعت المستوى لانه جدا. مكلف بالظبط. برنامج جسور اللي احنا بنتعاون مع الخارج، التحالفات، الحاجات دي كلها بترفع من شأن البحث العلمي، لان زي ما قلت لحضرتك هو مش مجرد ابحاث وانشرها. هو انا بدخل ايه لاقتصاد البلد، بدخل ايه للدخل القومي، بصنع ايه بدل ما استورده، مع الوقت اقدر اصدر هذه الصناعات او الزراعات او ايا كان ناتج من البحث العلمي. يعني علينا اختيار المجالات التي نوجه لها لازم البحث العلمي، لازم مش اي مجال اشتغل فيه. طب حضرتك لو اخترتي 3 مجالات شايفاهم هم الاهم؟ سؤال صعب جدا. اولا المجال الطبي الزراعي. الصناعي بقى في كل حاجة، يعني الصناعي هيشمل التكنولوجيا الحديثة، هيشمل السيارات، هيشمل الصناعات الصغيرة اللي هي المغذية. مش لازم ابتدي ان انا حتى اعمل سيارة، خليني اعمل موتور سيارة، خليني اعمل البوجيهات، خليني اعمل المش عارفة ايه في السيارة. يعني الصناعات المغذية دي مهمة جدا. يعني دي لازم نهتم بيها برضو.